هلو ماي دير ستودنتس، اهلا بكل متابعين قناه انجليزي كل المراحل وبكل طلاب سنه رابعه ابتدائي. مكملين مع بعض منهج كونكت فورد للصف الرابع الابتدائي الترم الاول 2024 من كتاب المعاصر. وصلت معاكم النهارده لحل تمارين الدرس الثالث من الوحده الاولى من كونكت فورد من كتاب المعاصر. النهارده يونت 1 ليسن 3 هنحل مع بعض بيج رقم 35، ويلا بينا نبدا. بس يا ريت ندوس لايك للفيديو علشان يظهر لاكبر عدد ويستفيد منه ان شاء الله اكتر عدد من الطلبه، وقناه انجليزي كل المراحل تكبر بيكم. تعالوا كده نبدا يلا. اول حاجه بسؤال الليسننج، هقول سؤال الليسننج ركزوا. احنا قلنا ان احنا بنتدرب في قناه انجليزي كل المراحل على حل امتحانات كتيره. اول حاجه هقول السؤال الليسننج، انتوا هتكونوا ماشيين بالقلم كده وانتوا بتسمعوا تيتشر، تركزوا قوي قوي في كل كلمه وتبداوا تشوفوا. او الكلمه لو هي كلها نفس اللي انتوا سمعتوها خلاص انتوا هتحطوا ترو، حرف التي ده اللي هو اختصار لكلمه صح. لو فيها كلمه مختلفه، كلمه ناقصه، كلمه زياده، فهنحط علامه الفولس. طيب نمبر 1 بلانتس، تعالوا نسمع plants. اهو انا سامع التيتشر وحط ايدي على الكلمة. plants are living things. نفس الجملة اللي انا سمعتها، النباتات كائنات حية، فانا هحط على طول التروو. كمان هنا some plants are big and some are small، نفس برضو الجملة اللي انا سمعتها، فهحط على طول علامة التروو. بعد كده اكمل وبيقول لي plants need soil water and air to grow. طب استنوا، هنا مكتوب ان plants don't need water to grow، لا يبقى غلط على طول false. كمان اسمع وبيقول لي teacher we need to care of plants، we don't need، لا طبعا احنا لا we need، يبقى false خطأ. تمام. طيب تعالوا بقى نروح لرقم 2 والسؤال الثاني، وده سؤال ريارينج وازاي نحل سؤال الترتيب. ركز قوي بقى، احنا قلنا علشان نحل السؤال ده لازم نترجم كلمه كلمه نشوف معناها ايه ونشوف احنا هنكون جمله ولا سؤال. اول حاجه هنا ايز دفع لمساعد، بلانت نبات، وير اداه استفهام، ويور صفه ملكيه حاجه ملكك انت. احنا هنا هنكون سؤال، وتعالوا كده نشوف مع بعض بسرعه ونفتكر ايه هو الرول بتاعه تكوين السؤال. ازاي اكون سؤال؟ علشان اكون سؤال لازم ابدا باداه الاستفهام اول حاجه، وهي هنا عندنا وير، تمام، فهكتب عليها رقم 1. بعد أداة الاستفهام أبدأ أدور على الفعل المساعد، وهو هنا is الفعل المساعد أهو. وطبعا كل دي أفعال مساعدة بنعرفها منين؟ بالحل الكتير والتكرار في قناة إنجليزي كل المراحل. طيب بعد الفعل المساعد أبدأ أدور على الفاعل، والفاعل ممكن يكون كل دول. طيب تعالوا نشوف كده الفعل هو ايه هنا. ده الفعل ده جماد، وهنا عندي اسم وعندي صفة ملكية. لما يكون عندك ده اعتبر سؤال الترتيب ده مكعبات كده، فانت بتحط صفة الملكية الاول وبعد كده الاسم اللي هو عندك your plant. يبقى السؤال على طول where is your plant، اين النبات بتاعك. تعالوا نشوف رقم 2 are فعل مساعد، و honest مخلص او امين، و and و you انت، و good جيد. فهنا احنا هنعمل جملة. طيب تمام، الجملة بتتكون من ايه؟ تعالوا كده نفتكر مع بعض هي تكوين الجملة في اللغة الانجليزية ايه. علشان اكون جملة فانا ببدأ بالفاعل وبعديه الفعل، الفاعل وبعديه الفعل. طيب انا هبدأ بالفاعل وهو يو انت. طيب الفعل ايه؟ ابدأ ادور على فعل، يلا دوروا معايا. هنلاقي اهو الار، يو ار، انت تكون، انت تكون. طيب انت تكون ايه؟ انا عندي صفتين، عندي مخلص وعندي جود. اقدر احط اي ترتيب عادي، يو ار جود، انت شاطر او كويس، اند و اهي و honest، you are good and honest. يلا نحل رقم 3. هنا will معناها سوف، ده فعل مساعد، competition مسابقة، و أداة النكرة، و there هنا there مع will يعني سوف يوجد، تمام، أو سوف يكون، بي يعني فعل يكون. تعالوا نشوف كده بقى الترتيب الصح. هيبقى أول حاجة there
بعد كده الفعل المساعد will there will يعني سوف ايه بقى بي سوف يكون تمام ايه بقى عندي الاسم وعندي ايه انا بحط اداة النكرة الاول اللي هي ايه وبعدين الاسم يلا نقراها بقى كده there will be a competition سوف يكون موجود مسابقة طيب تعالوا نحل بقى سؤال تشوز اول حاجة في سؤال تشوز number one the الالف واللام the ايه is someone بيكون شخص ما ماشي هو اللي الذي is like a king زي الملك او شبه الملك هو مين ده مين الكلمة اللي شبه الكينج هو الامبرور الامبراتور نمبر 2 someone who is شخص ما اللي بيكون ها اللي بيكون ايه don't not doesn't lie خلي بالك لما يكون عندك جملتين ادي جملة وفي كومة اهي وجملة تانية لو في جملة فيهم ناقصة كلمة الجملة التانية هي اللي بتفسرها الجملة التانية بتقولي doesn't lie مش بيكذب يبقى ده شخص ايه شخص صادق honest يلا نروح لرقم 3 ايه هي اللي means to paint again to paint again ان انت تدهن مرة تانية فطالما شفت again على طول احط اللي هي قبل كلمة E L R وال E prefix البداية repaint يعيد دهان أو طلاء الحاجة رقم 4 he is good A looking after looking after في عناية أو رعاية his garden حديقته بصوا good at جيد فيه جيد فيه تمام يلا نحل رقم 4 ورقم 4 دي عبارة عن تكست قطعة صغيرة وفي كلمات مطلوب مني ان انا اكمل بيها القطعة هنا عندي اول كلمة garden حديقة lie يكذب palace قصر و honest يعني شخص صادق او مخلص هنا بيقول لي once upon a time يعني مرة ذات مرة there was a rich king كان يوجد there was a ملك غني He lived in a هو بيعيش في ايه بصوا نربط بين حاجة وحاجة الملك live هيعيش في palace في قصر تمام He was هو كان ايه and all people loved him كل الناس بتحبه يبقى اكيد هيبقى في صفة كويسة اكيد هو كان honest كان مخلص وكان صادق He had a very beautiful ايه هو كان عنده ايه جميلة جدا كان عنده garden تمام and it was full of many hours كانت مليانة بالورود العديدة يلا نروح لبيج 36 ونحل مع بعض سؤال الماتشنج سؤال التوصيل علشان تحل سؤال التوصيل لازم تبقى عارف كويس قوي وانت بتقرأ ان انت هتكون نص جملة بنصها التاني علشان تكون حاجة وجملة مفيدة number one Ching was good Ching was اترجم ماشي was كان good كان جود هي جود دي لازم يجي بعدها حرف الجر ات عشان اقول كان شاطر في الزراعة فانا هقول جود ادور بقى على ايه ات اهي شفتوا لقيتها اهي ات لقيت ات ها growing في الزراعة طيب رقم 2 the gardener looks after يعني الجنيني بيعتني يبقى انا هدور على ايه بقى بيعتني بحاجة صح وهربط بين ايه وايه اتعلموا تربطوا بين حاجة وحاجة بين الجاردنر بين الجنيني او البستاني وبين الجاردن وبين الحديقة صح فهتبقى دي اهو رقم 2 طيب number 3 a palace is where احنا لسه بنقول هنربط بين حاجة وحاجة فأكيد هنربط بين البالاس بين القصر وبين الامبرور وبين الامبراطور اللي بيعيش في البالاس في القصر تمام يلا نشوف رقم 4 I won وهربط بين أنا فزت هتفوز بإيه أكيد هربط بين الفعل فاز وبين مسابقة اللي هي competition فأهي فهقول الجملة I won a competition يلا بينا نروح لسؤال الباسج سؤال القطعة وخلي بالك حل القطعة من القطعة نفسها مش من مخك خالص فلازم تركز قوي وانت بتقرأ القطعة يلا بينا هنا بصوا هي القطعة على فكرة نفس اللي احنا قريناها في الدرس بس يلا تعالوا نقراها one day يوم ما an emperor امبراطور in China في الصين give the gardeners some seeds أعطى الجنينية بعض البذور to grow لكي يزرعوها
The emperor الامبراطور told أخبر قال لهم يعني the gardeners الجنينية that أنه the one الشخص who could grow اللي هيقدر يزرع the most beautiful plant النبات الأكثر جمالا أكثر نبات جميل he would be هو سوف يكون the next emperor الامبراطور القادم. Ching was one of the gardeners. Ching كان واحد من الجنينية اللي طلب منهم الامبراطور الطلب ده. Ching was very good at growing things. Ching كان شاطر جدا في زراعة الأشياء and looking after his garden وفي العناية بالحديقة بتاعته. He put the seed هو وضع البذرة in the sun في الشمس and gave it water وأعطاها مية رواها but nothing happened لكن لا شيء حدث. Ching tried for weeks Ching حاول لأسابيع but no plant grew لكن مفيش أي نبات نمى أو كبر. The other gardeners الجنينية التانيين had plants that grew النباتات بتاعتهم كبرت غريبة. At the end في النهاية Ching won Ching هو اللي فاز because علشان the seeds البذور where did كانت ميتة. Only Ching is honest يعني فقط بس Ching هو اللي كان مخلص and good so وشاطر كمان he would be the next emperor وهو اللي بقى اللي هيصبح الامبراطور القادم. يلا بينا نحل بقى أسئلة القطعة وخلي بالك طالما جت كلمة باللون البلاك كده باللون الأسود وجت تقيلة وتحتيها خط اعرف انه هيسألك عليها. تعالوا نشوف number one the underline word الكلمة اللي تحتها خط underline الكلمة اللي تحتها خط beautiful means معناها ايه؟ هشوف اقرب معنى ليها من الاربع كلمات دول. beautiful يعني جميل فتنفع معاها nice nice يعني لطيف. يلا number two the emperor gave seeds يعني الامبراطور اعطى البذور لمين؟ to الى the gardeners اداها للجنينية تمام. يلا نحل رقم 3 What was Ching good at? What أداة استفهام بسأل بيها عن الأشياء معناها ما أو ماذا. هنا بيقول لي ماذا كان Ching شاطر في إيه؟ كان شاطر في إيه؟ تعالوا نطلع للقطعة كده ونشوف كان شاطر بصوا أهو Ching was very good at growing things and looking after his garden كل دي كده الإجابة ما تقصش حاجة منها كل الإجابة دي هي إجابة رقم 3 وهي دي اللي هتكتبها انت بتجيب من القطعة وبتبدأ تكتبها. رقم 4 رقم 4 لازم أبقى عارف إيه السؤال نفسه وبيبدأ هنا بيسأل بهو هو دي يا ولاد معناها من هو معناها من خلي بالك هو دي أداة استفهام والW فيها مش بننطقها تمام silent والH صوتها صوت حرف الهاء وبقولها هو هو دي معناها من بسأل بيها عن الأشخاص يعني هو هنا بيقول لك مين هو would be the next emperor مين اللي هيكون الامبراطور القادم. تعالوا كده نشوف في القطعة احنا قلنا ان هو مين اللي هيبقى الامبراطور القادم تشينج طبعا اهي هو دي حل السؤال الرابع. يلا بينا بقى على السؤال الأخير وهو سؤال البانكتويشن وأول حاجة أول حرف لازم إيه ها يلا بقى شطار ومتابعين قناة إنجليزي كل المراحل يقولوا لي طالما أول حرف في بداية الكلام سواء بقى جملة أو سؤال ماليش دعوة المهم إنه أول حرف في بداية الكلام لازم يكون كابيتال ليدر لازم. يلا بينا على طول أول حرف هنا هو حرف التي ولازم نكتبه كابيتال ليدر تمام. يلا بقى بينا نبدأ نشوف The gardener was good at growing هنا أنا محتاجة أن أنا أحط في النهاية يا full stop يا question mark يا إما أحط نقطة يا علامة استفهام لو في جملة في نهاية الجملة المفروض أن أنا بحط full stop
لو كان سؤال المفروض ان انا احط علامة استفهام. طب انا هعرف منين دي جملة ولا سؤال؟ اللي بيحدد لك هي اول كلمة في الكلام. تعالوا نشوف كده اول كلمة هي كانت ايه. ذا الالف واللام جاردنر، البستاني او الجنيني، ودي فاعل. واحنا قلنا ان الجملة في اللغة الانجليزية بتبدأ بالفاعل، فطالما الكلام عندك اوله فاعل، اوله فاعل، يبقى الكلام ده جملة. طيب واكيد بقى برضو لازم افكرك الفاعل ده ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون اي ضمير من الضمائر السبعة اللي عندنا، او اسم ولد، اسم بنت، جمع، اسم جمع، اسم مفرد، اسم جماد، اسم حيوان، كل ده الفاعل. تمام؟ فهنا بدأ الكلام بفاعل، فدي جملة، فلازم احط فول ستوب وبحطها في سيركل علشان تكون واضحة وظاهرة للمصحح ويديني عليها الدرجة. كده تمام، كده حليت معاكم كل أسئلة درسنا. يا رب أكون قدرت أفيدكم. ما تنسوش اللايك والشير، اللايك فعلا بيفرق جدا. باي باي.